السلام عليكم. كنشكروا موقع اش الواقع على التغطيه ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه. اولا معك سعيد فهيم، عضو المكتب النقابي للنقابه الوطنيه للمستخدمين مراكز الاستغلال بالشركه الوطنيه للطرق السيرابيه المغرب، الاتحاد المغربي للشغل. الوقفة جات نتيجة مماطلات وتملص المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيرابية المغرب من التزام بتنفيذ مضامين الإذن الداخلي الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية التي وهي وزارة الداخلية، وزارة الجهاز والنقل والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشغل والإدماج المهني بتاريخ 21 مارس 2018. إلا أننا نتفاجأ منذ جائحة كورونا ان هناك تراجعات وتملص من الالتزامات الموقع عليها من طرف المدير العام للشركه الوطنيه للطرق السياره، وبما فيها تطبيق بنود الميثاق على التالي ضمن استمراريه الشغل بالنسبه لمستخدمي مركز الاستغلال على المستوى الوطني الى غايه احاله اخر مستخدم للتقاعد، اضافه الى إحداث صندوق التقاعد التكميلي مع الالتزام بالتكوين المستمر واستخراج المهن الجديدة حسب مضامين الميثاق الموقع. إلى هنا جاءت هذه الوقفة على أساس تنبيه وتوجيه إنذار للمدير العام على أساس التزام بمضامين الميثاق، وكذلك من اجل تفعيل اللجنة الثلاثية التي تسهر على تنفيذ بنود الميثاق الاجتماعي والتي تترأسها وزارة الداخلية حسب مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع. هنا قال جاءت النتيجة الحركة الاحتجاجية، جاءت نتيجة الأذن الصماء بعد العديد من المراسلات الكتابية ومجموعة من المراسلات لعقد حوار اجتماعي في إطار ما يسمى باللجنة الثلاثية، والمنصوص عليه في الميثاق الاجتماعي أنه يتم عقد اجتماع ثلاثي كل سنة واجتماع اللجنة الثلاثية كل 6 أشهر حسب الاستثناء. ولهذا بعد استنفاد جميع الطرق السلمية وطرق التواصل الإدارية مع مسؤولين الشركة الوطنية، نتفاجأ بعدم اللامبالاة ونهج سياسة الأذن الصماء والاستمرار في الأشغال التي تتجه نحو المكننة، مما يؤثر سلبا على استقرار المستخدمين الذي سينتج عنه فائض، وبالتالي سيتم تسريح مجموعة من المستخدمين على هذا الأساس، في حين أن الموقع المحضر الموقع في 14 يونيو 2012 ينص على أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تلتزم بضمان استقرار العمل لجميع المستخدمين إلى غاية إحالة آخر واحد للتقاعد. ولهذا كنطالبوا الاطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي تدخل فرض احترام الدستور واحكام مدونة الشغل، مضامين الميثاق الاجتماعي واتفاقيات واعلانات منظمات العمل الدولية بشان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، وذلك بتفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمعيات الاطراف الحكومية. هذا الشكل النضالي، بداية مسلسل نضالي إلى غاية الجلوس المدير العام أو باسم الإدارة الشركة الوطنية المجلس الإداري للشركة الوطنية إلى غاية الجلوس إلى طاولة الحوار لحل حالة هذه المشاكل العالقة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.